السلام عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. السلام عليكم اخوتي في فيديو جديد. بالنسبه للتريبود الثلاثي الصغير هذا الذي معروف لدى الجميع، وهذه هي القطعه التي تشبث في الهاتف، في بعض الاحيان قد نجد مشكل وانها تنكسر من هنا، لاحظوا يعني في قد انكسرت، وبالتالي لا يمكننا تشبيه هذه القطعه عليه، يعني ليست هناك طريقه لتشبيه هذه عليها. في هذا الفيديو الخوت نحاول نصايبوا هذا التريبود او السيبوره الثلاثيه اللي كتكون هنا، يعني يكون عندها هذا البولون ديال الميكا، ملي كيتهرس ما يمكنلكش تلصق هذه فيها هنايا، هاد السيبوره ما يمكنلكش تلصق هنا، يعني ها ما غاداش تخدم، ما كاينش كما كتشوفوا. الحل بسيط فقط اصدقائي، انا نقوم بجلب فاط منشار او اي حاجات قويه ونقوم بتقطيع هذه، يعني نجيبوا منشار لاما ديال الحديد ولا شي حاجه ونقطعوه من هنا على هذا الشكل اصدقائي كما تلاحظون. على هذا الشكل نقوم بعمل ثقب، فقط نقوم بعمل ثقب، اول شيء ثقب صغير على هذا الحجم، نقوم بتغيير هذه الميشة، نقوم بإحضار بريك بهذا الشكل ونقوم بتقطيعه وجعله على هذا الشكل، ونقوم بتشبيهه مباشرة على هذا الشكل هكذا، ونقوم بوضع القليل من اللصاق هنا، نديرو الكول هنا ونتركه حتى يجف بهذا الشكل أصدقائي، يعني خرج شكلها في النهاية. نقوم بإحضار أي حامل لهاتف ونقوم بتركيبه مباشرة دون أي مشاكل، إما مثل هكذا كما تلاحظون فهي أصبحت ثابتة بشكل رائع على هذا الشكل، أو يمكننا وضع مثلا واحدة أخرى على هذا الشكل، قمت بتعديلها، هذه بعد نوع آخر قمت بتعديله على هذا الشكل، نقوم بإدخالها بهذا الشكل ونقوم بوضع يعني برغي على هذا الشكل مثل هذه البراغي، نقوم بتثبيتها على هذا الشكل مثل هكذا أصدقائي كما تلاحظون، يعني نفس النتيجة، ليس هناك أي فرق أو أي مشكلة. نقوم بتجربة على هذه القطعة، هذا هو شكله أصدقائي بعد النهاية كما تلاحظون، يعني أصبحت جيدة بشكل لا يوصف. نقوم أول شيء بالتجربة على هذه القطعة، أول شيء نحضر هاتف، نجيب تليفون نجرب هاد السيبور كيفاش ولات في هاد البياسة الأولى ونرى كفاءتها كما تلاحظون أصدقائي، فهي فعالة بشكل رائع، ليس فيها أي مشكل، لاحظوا فهي ثابتة كما تلاحظون. نقوم بالتجربة على هذه القطعة الثانية، نجربوا دابا هاد السيبورة الثانية، نقوم فقط بفتح هذا البرغي على هذا الشكل، نقوم بإخراج هذه ثم نقوم بإدخال هذه نركبها بدون أي براغي، فقط على هذا الشكل نقوم بتركيبها على هذا الشكل كما تلاحظون، يعني ليس هناك أي مشاكل كما تلاحظون، هي فعالة كذلك بدون أي مشاكل. جيم او لايك او الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاركه الفيديو مع اصدقائكم، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.